هلو يو جايز، كيفكم؟ حر شوية، خلص من تصوير فيديو ان شاء الله راح ينزل بعدين. الحين بسوي عشاء لانه قررنا كذا فجأة نسوي موفي نايت عائلي احنا الثلاثة بس قبل لا يجي النونو ونصير اربعة، فحسيت انه كذا سبيشل شيء نسوي مع بعض اليوم اللي هو موفي نايت. فيا يعني اخر موفي نايت قبل لا نكون اربعة، ما ابغى ابكي. السلطة صارت جاهزة، وهنا حطيت الأطباق، حطيت حقي حق عماد حق توتا ما تبغى دجاج بس تبغى الموزاريلا ستيكس، شوية رز و يا الحمد لله. He's so cute. I love my baby brother. I know. جبنا الفيلم، توتا نامت وسويت لي شاي الأعشاب اللي هو رايزبيري ليف تي، فقاعدة أشربه. كمان قاعدة آكل تمر. يا هذا الروتين حقي صاير بالليل. Good morning. ليه قاعدة هنا؟ كان عندي موعد طبيعي للدكتورة بس ضغطي شوية مرتفع فأرسلتني للمستشفى، ما أدري يمكن البيبي اليوم يجي ولا ماني عارفة، راح نشوف إيش يصير، راح يكشفون علي وزي كذا ويشوفون. شكلنا مطولين وأعطوني هذا عشان أركبه، لأن شكلنا راح نقعد نطول. أيوة يا طيب، راح نجلس في هذا الغرفة، غرفة ملاحظة، لنشوف ايش الوضع. طولنا ننتظر وصراحة جحت، وهذه اول وجبة اكلها اليوم. اوكي، بعد 8 ساعات في غرفة ملاحظة حولوني هذا الغرفة عشان انام. ساعات جاية اراجع بس حولوني المستشفى لأنه كان ضغطي شوية مرتفع، وتوقعت إنه راح يكشفون علي ويعطوني مثلاً دواء ولا شيء وأرجع البيت، بس اللي صار إنه قالوا أحسن تقعدين في المستشفى، فاليوم راح أقعد في المستشفى. أعطونا غرفة مريحة شوية بس في آلام شوية، لأنه في آلام شوية خصوصاً ظهري، حسي مرة متألمة بس ألم يروح ويجي. يا عماد راح يجيب شنطتي وأغراضي، راح أحطها في السيارة لين يعني ما ندري بكرة راح يكون الولادة ولا لا، بس يعني ما ندري يمكن كمان بالليل ماني عارفة، لأنه من الحين أحس بانقباضات شوية، فقلت خليه يجيب الأغراض ويا خلينا ننتظر شوية. يعني أوريكم الغرفة اللي أنا فيها. أحلى شيء فيها شباك، ما أحب اللي ما فيها شباك، أحس إنها تغمتني. وهذا الحمام، وفي كمان شاور، وفي بانيو. مع إني ما أعتقد إني راح أستخدم البانيو طبعاً، بس إنه في بانيو وفي حمام وكذا، في شاور قصدي. فهيا ننتظر.
He's here. He's here. Huh? Shifty? Why Shifty green? He doesn't get there. I'm a little bit nervous. Where is Shabin? ما ادري هو حران بردان ما ادري ما نمت لي 3 ايام وربي الثلاث ايام هذه اللي نمتها ساعتين كل شوي قاعد اكلم ابوي بالجوال بالهذا قاعد اقول له انا صرت صور كذا وقاعد اكلمه وربي اني قاعد اقول شوي وانا قاعد اكلمه اغط واقول كلام ما ادري وشو بعدين قاعد يقول لي تكلميني اكثر اني ما نمت 3 ايام هواجيز المشكله وقت ما ابغى انام هذه لازم احكيها قصه لازم احكي لكم هذه القصه يوم اجي انام وخلاص يعني انوم تيم وكذا اجي انام فجاه تفتح ستاره يلا بنسحب دم لك وللبيبي الساعه 3 ليش الساعه 3 ليه يبون يسحبون دم الساعه 3 احس انه اكبر ستريس انك تحط طفل صغير في الكار سيت لاول مره مو لاول مره طبعا هي حطيناها بس الحين يعني من جديد صارت رجلي بس لا والله يا ودي اول ساره خلاص الحمد لله رايحين البيت بس تجي الممرضه تشيك على الكار سيت هل هو مضبوط وكذا وبعدها راح نروح البيت اخيرا شيكت عليه شيكت على الكار سيت وزي كذا الحين خلاص رايحين البيت ما بيروح البيت الباب نورت البيت والله والله نورت البيت نورت البيت يا بابا مين هذا؟ يضحك لا؟ واحد اثنين ثلاثة ترى وش رايكم في الاستقبال طبعا سويت كل شيء طبعا كل شيء من الصفر الطاولة الورود هذولي الاسم هذولي ارسلوا ليها خواتي هذه كمان سويتها الاسم هنا هذه طبعا سويت ليها صديقتي هيفا اذا حابين زي كذا اشياء ممكن تسويها لكم راح احط لكم اكاونتها تحت بس ايش رايكم بالشكل النهائي كذا اورنج حسيته حلو بدل ازرق وبينك وزي كذا والطاوله وكل شيء في الانستغرام كنت اوريكم وانا اسويهم كذا لقطات بس عندي فيديو ان شاء الله راح انزله اذا انتم حابين تشوفون التفاصيل هذه طبعا في اضاءه هنا
خليني اشغلها ووريكم اياها. هنا لسه الهدايا راح احطها وازين شكلها هنا ووريكم الهدايا اللي جبتها. طبعا هذه واحده من كمان من الهدايا اللي سويتها، هي بخور، ايش فيها الكاميرا مو راضيه، هي بخور وعليها اسم البيبي هنا تيم بن عماد. طبعا زينت هذه معاكم كمان صورتها، ان شاء الله راح انزلها لكم التفاصيل كلها اذا حابين، يعني بنزلها لكم التفاصيل. مره حلو هذه كمان، يعني هذه فازه، يعني عرفتوا هذه فازه وعليها البخور. وهذا الورد كمان سويتهم تقريبا، الورد اول شيء سويتهم، فيا كذا شكلها. مره حبيت النتيجه وحبيت الالوان، بس خليني اشغل الاضاءه اوريكم كمان شكلها. لسه طبعا بحط الهدايا وزي كذا، فيا ايش رايكم؟ مره مره عاجبني، نفس الفكره اللي كانت في بالي. وشوفوا الاسم كيف سوته، مره حلو ومرتب، مره مرتب. كمان هنا مكتوب تيم بن عماد، مره حلو مره حابه. طبعا هذا ارسلت ليها اختي يعني، بس انا لخبطت اعطيتها الاسم غلط، المفروض تيم تنكتب بهالطريقه، تيم تنكتب بهالطريقه تي اي اي ام، بس انا كمان تقدرون تكتبوها بهالطريقه، بس هذه تنطق تم، بس اسم البيبي هو تيم. الشيء اللي كان في راسي من جد طبقته هنا، صح انه خذ مني وقت بس كنت يعني مبسوطه، ومن جد احس انه فكني من تفكير والاشياء هذه اللي تجي، الهواجس اللي تجيك حق الحوامل اخر شيء، فاحس انه شويه انه الهاني عن تفكير وزي كذا. طبعا انا عندي اكونت اسوي فيه اشياء حق الحفلات، راح اضيف هذا الشيء فيها، اذا انتم حابين وانتم في تورنتو ممكن تطلبوا مني قبلها بفتره اغير لكم الالوان، طبعا الاسم والثيم كله اذا حابين يعني، بس اعطوني قبلها خبر. راح احط لكم اكونت حق البزنس حقتي تحت، صح انه عندي انا اكونت بزنس بس كنت مهملتها قبل فتره مع الحمل ومع الدراسه وزي كذا، بس مره يعني ما ادري حسيت اني حابه اني اسوي لاحد زي كذا عباره. هذه مثلا حياكم الله، في بعد عبارات ثانيه، وهذه الهدايا راح احطها الحين معاكم هنا ونشوف الشكل النهائي. ترى كذا شكلها مع الإضاءة، هذا الورد شكله والاسم وراه كذا إضاءة، وهذا الخشب كذا نوعه كذا فيه تكتشر كذا. احط من هذول الهدايا هنا، هذول البوكسات، هذه بوكسات الاكسسوارات. شفت الفكرة هذه مرة عجبتني، احس انها مرة مفيدة للاكسسوارات وزي كذا. حط فيها لوجو بيبي تيم، والطاولة اللي تحت راح احط فيها صحون شوكولات وكذا يكون شكلها.